بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم ماده تصميم الماكينات او سكشن خاص بماده الماشين ديزاين. ان شاء الله النهارده هنبدا نكمل موضوع الشيت رقم 5 الخاص بالكابلنج ديزاين. كنا اتكلمنا عن السكشن اللي فات عن موضوع الكابلنج ديزاين وعرفنا النوع الخاص بالريجيد كابلنج. بنبدا نصمم اول حاجه الشافت، وعرفنا ان القانون بتاعه بيساوي ان التورك بيساوي باي على 16 في التاو في الدي شافت اس 3. وبدانا ناخد بقى الافتراضات الخاصه بالقطر بتاع الهاب والقطر بتاع الفلانجه والقطر من السنتر الخاص بالبولت، سواء بقى ان الدي بتساوي 2 دي شافت والدي 1 بتساوي 3 دي شافت والدي 2 بتساوي 4 دي شافت والتي بي والتي اف بتساوي ربع ونص دي شافت. عملنا تصميم للهب كان بيساوي باي على 16 في التاو في الدي اس 4 كابيتال ناقص الدي سمول اس 4 على الدي، حيث ان الدي كابيتال هي عباره عن القطر بتاع الهب والدي سمول عباره عن الدي شافت. وعملنا تصميم للفلانج كانت بنقول باي على 2 في الدي اس تربيع في التاو في التي اف. وتصميم بتاع الكي عارفين اللي هو بيكون معرض لشير وسيرفيس بريشر. واخر حاجه نبدا نعملها تصميم للبولت او المسمار اللي عندنا. هنبدا ناخد مثال جديد، وفي المثال اللي عندنا مثال رقم 2 اللي عندنا في الشيت قال لك المطلوب نعمل التصميم ونبدا نرسم شكل الفلانج كابلنج. قال لك ان العمود بيكون الباور بتاعته كانت عباره عن 15 كيلو وات، وعدد اللفات بتاعتنا كانت عباره عن 200 ار بي ام، وقال لك ان الشير ستريس المسموح بها قيمتها 40 ميجا باسكال، والشير ستريس خاص بالبولت المسموح بها او ما تعديش قيمه 30 ميجا باسكال، والكراشنج ستريس كانت بتساوي 2 من الشير الخاص بالكي، والتاو ماكسيمم او التورك بقى التورك ماكسيمم بتساوي 1.25 من التورك المين، والتاو الخاص بالكاست اير كانت بتساوي 14 ميجا باسكال. عايزين نبدا نعمل تصميم للكلام ده ونبدا نعمل تصميم للفلانجه اللي عندنا. اول حاجه بنبدا نحسبها، احنا عايزين نبدا نحسب التورك. التورك اللي عندنا اقدر احسبه عن طريق القانون بتاع الباور، بيساوي التورك في الاوميجا 2 باي ان على 60. لو احنا جينا بقى نعوض هنقول والله اللي احنا عندنا قيمه الباور ب 15 اضربها فيها 10 اس 3 خليها بالوات. الكلام ده في التورك في 2 باي في قيمه الان اللي هي عباره عن 200 على 60، يبقى اذا اقدر اطلع قيمه التورك يطلع لنا بوحده النيوتن في المتر. هو قال لك هنا ان التورك ماكسيموم بتساوي 1.25 من التورك مين، يبقى اذا انت عندك هنا تقول والله ان التورك ماكسيموم بتساوي 1.225 في القيمه اللي انت لسه حاسبها يطلع لك قيمه مين التورك ماكسيموم بتساوي نيوتن في المتر او الوحده بتاعتها بنيوتن في المتر. بعد كده بنبدا نعمل تصميم للشفط. خلاص انا عندي هنا التورك بيساوي انا عندي هنا قيمه التورك اضربه في 10 اس 3 خلاها بنيوتن في المليمتر. الكلام ده بيساوي باي على 16 في قيمه التاو المسموح بيها كانت عباره عن 40 في الدي شافت المجهول اللي عندي اس 3. اقدر اطلع من هنا قيمه مين؟ اقدر اطلع من هنا قيمه الدي شافت. طب احنا بقى نجينا نحسب بقى الكلام ده على الآلة الحاسبة. طلع لنا قيمة التورك ب 716 وواحد من واتنين من عشرة نيوتن في المتر، لو انا ضربتها في 1.25 تطلع لنا بالتورك ماكسيموم بتطلع ب 895.2 و2 من عشرة. لو انا جيت بقى احسب التورك بتاعنا او عايز احسب بقى القطر بتاع العمود، يطلع لي قطر العمود ب 48 وكسر، انا اعتبر اللي هو عباره عن ال 50 ملم. ده كده القطر بتاع الشفط. تاني حاجه بنبدا نعملها بنروح نحسب بقى مين
القطر بتاع الهب والقطر لغايه المسافه بتاعت المسمار والقطر بتاع الفلانج. هنبدا نعوض بقى ان دي هنا ب 50 والجزء ده والجزء ده، يبقى تقدر تضرب بقى الدي كابيتال 2 في ال 50 والدي 1 عباره عن 3 في ال 50 والدي 2 عباره عن 4 في دي 50، سواء بقى للتي بي والتي اف نفس الكلام. تقدر تطلع بقى القيم. تعالى بقى نحسب بقى الديزاين بتاعت خاصه بالهب. احنا اول حاجه نبدا نعوضها بقى في القانون اللي قدامنا. انت عندك هنا التورك عندك ب 895 و2 من عشره، يبقى انت عندك 895 و2 من عشره اضربها في 10 اس 3، الكلام ده بيساوي باي على 16 في قيمه التاو في الدي شافت اللي هو عباره عن الدي كابتال اللي هو عباره عن 2 من دي شافت، يعني انت عباره عن ال 100، الكلام ده اس 4 ناقص الدي شافت اللي هو عباره عن ال 50 اس 4 على ال 100. تقدر تطلع من هنا قيمه التاو، تطلع لك بوحده الميجا باسكال، وتروح بقى تقارنها بالقيمه المسموح بها اللي هي عباره عن ال 14 ميجا باسكال. بعد كده الخطوه اللي بعد كده هنبدا نعملها هي عباره عن تصميم بتاع الفلانش. نفس الكلام هبدأ أعوض هنا بقيمة التورك اللي هي عبارة عن 895 و2 من 10 في 10 أس 3، الكلام ده بيساوي باي على الاتنين، الدي كانت عبارة عن ال 100 تربيع في قيمة التاو في قيمة التي اف اللي هي عبارة عن نص في الدي شافت، دي كلها على بعضها هنا عباره عن تي اف. تقدر تطلع من هنا قيمه التاو، وتقدر تروح بقى تقول الكلام ده بيساوي ميجا باسكال، تقدر تقارنه بقى بالقيمه المسموح بيه. الخطوه اللي بعد كده نروح نعمل بقى تصميم للكي، سواء بقى نعمل تشيك من الشير والسيرفس بريشر. اول حاجه تروح نجيب بقى مين، نجيب المقاس بتاع الكي، سواء انت هتستخدم بقى الكي بتاعك عباره عن مستطيل او مربع، لو احنا استخدمناها عباره عن مربع او فرضنا اللي هو عباره عن مربع، او ممكن تروح بقى للجداول وتروح تشوف مين الجداول القطر بتاعك كان عباره عن 50 بيقع قدامه السكنس بتاعي بكام والعرض بتاعي بكام، واقدر اخدهم تعويض مباشر على طول. او لو انت ما عندكش الكلام ده تقدر تستخدم الفروض اللي احنا شغالين عليها عباره عن الاتش بتساوي بي على الاثنين والبي نفسها بتساوي دي على الاربعه. لو احنا فرضنا ان الكلام ده بي 50 وقسمنا ال 50 على الاربعه يبقى احنا طلعنا البي، ولو عايزين نحسب الاتش نقول ان الاتش بتساوي بي على الاثنين. ده بالنسبه للابعاد بتاعت الكي. هنروح بقى نحسب بقى مين، نقدر نحسب بقى مين الطول، او تقدر برضو تقول والله ان الطول بيساوي واحد ونص الى 2 من الدي شافت، وتبدا تعمل تشيك على مين، تقدر تعمل تشيك على الشير المسموح بيها واللي هو مديها لك في المعطيات اللي قدامك. نعوض بقى بالقيم بتاعتنا، يبقى انت عندك هنا ان 2 في الام تورك اللي هي عندك على البي اللي انت لسه حاسبها في قيمه ال، سواء بقى تاخدها من هنا او تقدر تاخدها اللي هو كمجهول وتعوض بالقيمه اللي هو مديها لك في المعطيات. في قيمه الدي شافت اللي هي عباره عن ال 50، يبقى تقدر تطلع المعادله دي عباره عن الطول لما يكون معرض للشير ستريس، تطلع لك بالمليمتر. نفس الكلام بالنسبه للشير، لو انت خدت هنا الشير، ناخد الشير اللي هو مدهولنا والكلام ده بيساوي 2 في الام تورك اللي هي عندك على ال اللي هناخدها اللي هي عباره عن مجهول، والاتش على الاثنين عندي في الدي شافت اللي هي عباره عن ال 50، يبقى اذا تقدر تطلع قيمه ال، تختار بقى مين، تختار الاكبر بالنسبه لنا، يبقى انت حسبت مين قيمه البي في الاتش في ال في الابعاد الخاصه بالكي. اخر حاجه بنبدا نعملها تصميم للبولت، انت عندك هنا قيمه التورك، الكلام ده بيساوي 4 باي على 4 في الدي اي تربيع في قيمه التاو بتاعت البولت اللي هو مديها لنا في المعطيات اللي هي عباره عن 30 ميجا باسكال، وما قاليش عدد المسامير، اخده اسيوم عباره عن ان ال n بتساوي 4 بالكلام ده في 4 في قيمه الدي 1، الدي 1 كانت عباره عن كام؟
عبارة عن 3 في 50. الكلام ده مقسوم على الاتنين، تقدر تطلع من هنا القطر بتاع المسمار يطلع لك وحدته بالمليمتر. احنا كده خلصنا السكشن بتاع النهارده، وكده احنا خدنا فكرتين على موضوع الريجيد كابلنج او التصميم بتاع الفلانج كابلنج. بنبدا نمشي الخطوات بتاعتنا، هو بيديك الداتا بتاعتك او القيم بقى اللي انت تبدا تشتغل عليها، سواء بقى القيم المسموح بيها او سواء بقى الباور او عد اللفات تقدر تجيب منه التورك. وبعد ما تجيب التورك تقدر تجيب القطر بتاع العمود. جبت القطر بتاع العمود تقدر تجيب بقى الاقطار بتاعت الهاب والفلانج. وبعد كده نروح بقى نعمل تشيك على الكي بتاعتنا، سواء بقى بنعملها عن طريق الشير والكراشنج ستريس، وبعدين نطلع في الاخر القطر بتاع المسمار اللي هيبدا المسموح بيه في المعطيات اللي مديها لك او الشير الخاصه بالمسمار. احنا كده خلصنا السكشن بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في سكاشن اخرى.